بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خربشات، جبنا لكم فيديو جديد. صيد القيود والذئاب بالبنادق. بيديه صواب وسيبه، يعني صيادين محترفين بيدي صوت للحيوان عشان يقف، عشان هينتبه له. اللحظة دي راح صايب. سبحان الله، شاف الذئب جاي يتفقد اخوه الميت. سبحان الله، تفقد جنبيه. سبحان الله، ومن مسافات طبعا المعروف عن الذئاب والقيود انها حذرة. شوف بيديه صوت، ده قيود قدامه بيديه صوت عشان يخليه يقف ويصيب. نايس. فرد كيف في السن؟ ابدا. فرد في الرقبة، شايف؟ العادة في الرقبة. أنهي؟ خلاص، خد الرصاصة الناهية دي، مفيهاش مفر. خروج الروح صعب. سبحان الله. التاني جري، هيروح فين من الصياد؟ شوف، خناص محترف، شايف؟ هو بيجري. اسقط وانا هو بيجري. خلاص، هي طلقة واحدة. شاف القناص، أعطى صوت للقيود. مجرد ما يثبت لحظة ثبات الحيوان قدامه وكل الطلقة يا راحة. هنا الذئب عاد، الذئب السيبيري، شوف ضخامته. أصوب طلقة بعويله، وزنه 70 كيلو ذئب السيبيري، طبعا من أضخم الذئاب. خلاص، هو بينادى، هو ميت ميت. بيدي رصاصة الرحمة. سقط. ندعو مشاهدينا ومتابعينا ان شاء الله في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وانا وعدكم ان شاء الله الجاي هيكون احلى واحلى واحلى بفضل الله تعالى. فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.